لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قاعدة أخرى من قواعد السعادة متمثلة في قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه القاعدة من القواعد القرآنية المحكمة التي تدل على عظمة هذا الدين وسمو وعلو مبادئه. هذه الآية أو هذا الجزء من الآية أتى ضمن سورة حري أن يطلق عليها سورة الآداب، سورة الحجرات، بعد أن ذكر الله عز وجل جملة من الآداب العظيمة والخلال الكريمة، ونهى عن جملة من الأخلاق الرذيلة والطباع السيئة. قال مقررا هذا الأصل الجامع: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. آية عظيمة تبرز ميزان العدل الذي لم تظهر تفاصيله كما ظهرت في هذا الدين، ولا يتبين للإنسان قدر هذه القاعدة ولا عظمة هذا الميزان إلا إذا نظر نظرة فاحصة في الموازين التي كان يتعامل بها أهل الجاهلية، التي كانوا يعاملون في ضوئها من سواهم من القبائل. تأملوا في هذا الموقف الذي رواه الشيخان من حديث المعرور بن سويد، قال: مررنا بأبي ذر بالربزة وعليه برد، عليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر، لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم قال: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. حديث يشع نورا بما جاء فيه من تعاليم فاقت تعاليم الدول والهيئات العالمية والمحلية والدولية، حينما قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء العبيد هم إخوان لنا، أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ليس هذا هو الموقف الوحيد الذي ربى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته على الاهتداء بهذه القاعدة، بل هناك مواقف أخرى وأساليب أخرى كثيرة قررت هذه القاعدة. جاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة أمر بلالا فصعد فوق الكعبة ليرفع الأذان في مشهد ما ظن بعض مسلمة الفتح أن يعيش ليرى هذا العبد الحبشي يقف كهذا الموقف، لكنه الإسلام والهدي النبوي الذي يربي بالفعل والقول. وفي ذات اليوم أيضا في فتح مكة يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ويصلي فيها. وهنا أسألكم سؤالا: لو قيل لك من تتوقع أن يدخله معه الكعبة، من هي الشخصيات التي حظيت بشرف مرافقته صلى الله عليه وسلم في دخول الكعبة؟ وحاول أن تستحضر الآن إذا فتحت الكعبة فمن يدخلها الآن، حينما تفتح الكعبة من يدخل الكعبة؟
لو أنك في الطواف مثلا وأردت أن تدخل، هل يتيسر لك ذلك؟ وتأمل معي في هذا الموقف حينما تفتح الكعبة، من يدخل النبي صلى الله عليه وسلم معه؟ حتى حينما نتفكر في الصحابة، لعل الجميع يستحضر ومثلا ويخمن أن الذي ينبغي أن يدخل هو أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وغيرهم من كبار الصحابة وأفاضل الصحابة، ما دخل واحد من هؤلاء، وإنما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم معه أسامة بن زيد مولى ابن مولاه، أدخل معه أسامة مولاه ابن مولاه وبلال الحبشي، ثم عثمان بن طلحة لأنه المسؤول عن مفتاح الكعبة. هذا برهان عملي على إذابة المعايير الجاهلية، مع أن في الحضور من هو أفضل من بلال وأسامة كالخلفاء الأربعة أو العشرة أو بقية العشرة المبشرين بالجنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصي الرسالة لأصحابه ولمن يأتي بعده من الأمة كذلك ولمن سواهم. وأما الموقف الآخر ففي حجة الوداع، في أعظم مشهد عرفته الدنيا في ذلك الوقت، بينما الناس مستعدون للنفير من عرفة، وإذا بالأبصار ترمق الدب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يركبها، ويتساءلون من الذي سيحظى بشرف الارتداف مع النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي سيردفه النبي خلفه يركب معه الدبة. فلم يرعهم إلا وأسامة ذلك الغلام الأسود مولاه أيضا وابن مولاه يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون. فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي خطب في ذلك اليوم خطبته العظيمة التي قرر فيها أصول التوحيد والإسلام وهدم فيها أصول الشرك والجاهلية، وقال: إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتي موضوع أو هاتين موضوع. وليتنا نطبق هذه العبارة، أفعال الجاهلية وأمور الجاهلية كثير من الناس يجعلها فوق رأسه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تحت قدمي. فما كان من تفاخر وما كان من تناحر وما كان من تفاضل على غير هذا الميزان وسائر أفعال وأوصاف الجاهلية ينبغي أن تكون تحت الأقدام. هذان الموقفان قطرة من بحر سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. أما سيرة أصحابه رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين فالمواقف كثيرة وعظيمة، نكتفي فقط منها بهذا الموقف الذي يبين نبل هؤلاء وفضل وشرف وعظم قدر هؤلاء. كان علي بن الحسين ابن أبي طالب المعروف بزين العابدين، وهو من سكان المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل المسجد يتخطى حلق قومه من قريش حتى يأتي حلقة لزيد بن أسلم، يعني يريد أن يجلس في أحد الحلقات يتعلم ويسمع العلم، فكان يتخطى الحلق التي يجلس فيها قومه من قريش إلى حلقة زيد بن أسلم، وهو مولى أيضا ولكن من علماء المدينة الكبار في زمانه، فيجلس في حلقة زيد بن أسلم، فكان بعض الناس يلومه ويقول: كيف تجلس وأنت الرجل القرشي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم عند رجل من الموالي؟ فقال كلمة ملؤها العقل، قال: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. إخواني، إن من عظمة هذا الدين أنه لم يربط مكانة الإنسان ومنزلته عند الله بشيء لا قدرة عليه به، فمثلا لم يجعل التفاوت والتفاضل بين الناس بالنسب الشريف، لم يجعل التفاوت والتفاضل بين الناس بكثرة المال أو بالشكل الحسن، بل قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس معيار التفاضل عند الله والتقديم، فقال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، في رواية أخرى قال: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وإلا لو كانت هذه هي الموازين، فكيف يصل الإنسان
للشرف النسيب أو لشريف النسب، كيف يحسن ويجمل شكله ومظهره وقد خلق أسود أو أسمر اللون مثلا، لم يربط ذلك بطول ولا قصر، لا وسامة ولا دمامة، وإنما المعيار هو التقوى. قال شيخ الإسلام: وليس في كتاب الله آية واحدة يمدح فيها أحد بنسبه ولا يذم بنسبه، وإنما يمدح الإيمان والتقوى ويذم الكفر والفسوق والعصيان. ومما يشهد لما قاله شيخ الإسلام أن الله أنزل سورة كاملة في ذم أبي لهب لكفره وعداوته للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كفر فلا وزن له ولا قدر، بل كان هذا الرجل يعني أبيض اللون مشربا بحمرة، وكان بلال أسود اللون كما نعلم، وأبو لهب لا قدر له ولا شأن ولا وزن، وهو من حطب جهنم والعياذ بالله. وأما بلال فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ويسبقه في الجنة وسمع صوت أو دفن عليه في الجنة. كذلك نهى الله نبيه أن يطرد المؤمنين من ضعفة أصحابه، وإن كان القصد من ذلك الرغبة في كسب قلوب أكابر قريش، فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، بل قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذا كانت هذه أحبتي هي المعايير التي ينبغي أن نعيش في ظلالها، فإنه ينبغي علينا أن ننظر في واقعنا وأن ننظر في تعاملاتنا ونتساءل ونسأل أنفسنا: هل نحن نطبق هذا المعنى؟ هل نحن نعيش في ظلال هذه القاعدة إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ هل نتمثلها في حياتنا أم أن معايير أخرى وموازين سواها تحكمنا وتتحكم فينا؟ إذا كنا نقرأ القرآن ونعمل به فإن هذا مما ينبغي أن يرى في سلوكياتنا وتصرفاتنا وأفعالنا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من أخلاق الجاهلية وأن يرزقنا التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.